مرحبا بكم في الوحدة الرابعة. هذه الوحدة سوف تعطيكم بعض المبادئ التوجيهية للتحسيس بالتنوع الثقافي عند استعمال الموارد التربوية المفتوحة. غالبا ما تكون الموارد التربوية المفتوحة ذات طابع دولي وتستلزم تفاعلا ثقافيا بين الطالب والطالب وكذا بين المعلم والطالب. سوف نقدم لكم 8 مهارات للتواصل الفعال بين الثقافات في هذه السياقات. ومن أجل استخدام الموارد التربوية المفتوحة في سياق ثقافي مختلف عن السياق الذي صممت فيه، نحتاج إلى تبني استراتيجيات لتكييف المحتويات. على سبيل المثال، من المهم الأخذ بعين الاعتبار اللغة والاحتياجات المحلية والسياق المؤسساتي في الجامعة حيث سيتم إعادة استخدام الموارد التربوية المفتوحة. وسوف نقدم لكم 11 مرتبطات تعرقل إعادة استعمال المحتويات المفتوحة وخمسة أبعاد للتنوع الثقافي. عادة ما يعني تطبيق الممارسات المفتوحة إدارة ملائمة في سياقات التنوع الثقافي، وعلى وجه الخصوص من الضروري إدارة حالات التواصل بين المجموعات على نحو ملائم، ومعرفة كيفية إدارة مجموعات متنوعة للغاية من المتعلمين. في هذه الحالة سوف نقوم بمراجعة 4 استراتيجيات تثاقفية، وسوف نقدم بعض التوصيات العملية. في هذه الوحدة نقترح عليكم مشروعا بحيث يمكنكم تحليل المثبطات والميسرات، أي ما يسهل وما يصعب في اعتماد الموارد التربوية المفتوحة في جامعتكم. سوف تجدون بعض التعليمات والإرشادات لتقدير الاستعداد لتبني الموارد التربوية المفتوحة في مؤسستكم. إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات لا تترددوا في طرحها على الميسر، فهو هنا لمساعدتكم ودعمكم لتجاوز أي عقبة ومن أجل إدارة أفضل لتجربة التعلم. وتذكروا في مسائل الثقافة والمعرفة فقط، ما يتم حفظه يتم فقدانه، وما يتم نقله يتم تحصيله.